تذكر حبيبي كنت من سويتها بحميدان؟ الدنيا دوارة، من سيربح المليون؟ يوديني العبدلي أنا، يقول لي ربحت 10,000 دينار، أروح العبدلي مشورني هناك. شنو هذا لغز ولا شنو؟ إيش فيك؟ حبيبي أنت صيدة؟ 10,000، يقول لي ربحت 10,000. يلا أخي حميدان. الله يحييك ويبجيك. الله يسلمك. شلون كان يومك أخي حميدان؟ سعيد ولله الحمد، إن شاء الله الليلة بيصير أفضل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هذا كفو يصير أفضل يومه. جزع. إن شاء الله بيصير أفضل. شو كل هذه شروط على الريال الفقير المسكين؟ ما حد قال يخطب أمي بقى. شنو؟ عسى عاد شروط طيبة. لا والله إلا صالح يلدك تمام. يمون يمون ولد العزيزة. كم؟ ألف. كيف شوي. 10,000، يقول لي ربحت 10,000. شوف عمشة أحمد، ركز شوي. عمشة خير، إيش فيك تصارخ؟ خير، إيش صاير؟ خير يا وجه الخير، ربحت الجائزة الكبرى. وإيش ربحت يعني؟ 10,000 دينار. ما شاء الله، مبروك، والله إنك تستاهل. الله يسلمك، اللهم لك الحمد، الله استجاب دعانا. رد، أنا مقطوع بهالمكان هذا، وذل لا يردون علي ولا شيء. يا الله إنهم يردون، يا الله يا الله يتفتح قريبي. دقيقة، ليش الصوت؟ دقيقة يا ول. ألو ألو، مساك الله بالخير، شوكم، أخباركم، شبانكم، طيبين؟ الله يرحم والديك. انا حميدان، معك اللي شاركت بالمسابقه، اللي دزيتوا لي مسج قلتوا لي مبروك ربحت 10,000. لا 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 لا، تلقاها في جيبي. يا الصيده رحت. لحظه، هذا حميدان راح يعدلهم صدق؟ روح. لا والله. جزاع تلعب علي يا جزاع، يا قليل الحياه. انا حميدان تلعب على الشارب تودينا العبدلي؟ انا ترش لي بنزين مرتين. والله ما خليك، والله لجي اجيك البيت وادفنك وانت حي. ماشي، لا تضحك، والله لا خليك، اخر ضحكه بحياتك هذه. جايك انا، اجي للحياه جايك. انا اذبح الحش. ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ يوديني العبدلي انا، يقول لي ربحت 10,000 دينار، اروح العبدلي مشورني هناك. لا، ومن الفرح والله دفعت صدقه. جزاء حلك اخوي. بس عاد لا تضحكون. وانت الله يهداك، ما تعرف رقم جزاع؟ ما اعرفه ولا بعرفه. هذا انت عرفته، وثاني مره لا ترد عليه. انت صافه معي ولا معه؟ لا والله مع وليدي. وش سوى مسكين؟ يضحك معاك، يلعب معاك. يلعب انا كبرى يلعب معي؟ انت المفروض تصفين معي وتنصفيني، مو توقفين مع ولدك. الله يقطع سوالفك يا جزاع، لا عاد تعيدها، والله ثاني مره ما فكك منه، هذا انا قلت لك. ما لقيت الا العبد لي. والله كنت بودي العراق، بس خوفك ما يرجع. خازي بالله على ولادي، تعورت يما. لا ما زين، تعال. مهلوسين انتم؟ العبد لي ها. انا اوريك صديقي اللي قد ربحت 10,000، والله ما اخليك. اسمع، تروح لامك وتبوس راسها وتقول لهم سامحيني، لا عاد افحط ولا عاد اتسابق ويا اخوياي، واصير رجال محترم، تسمع ولا لا؟ زين، بس اذا عصبك شو اسوي؟ خير يا طير، حتعصب عليك، كل مره تعصب عليك وتضربك هذه امك. مو انا ادري انه يعني انت اول مره تجيب خير، يعني انا فاهم. واخر مره اذا ما ضبطت نفسك تسمع؟ انت روح لها قول لها يمه انا بروح الجامعه عندي محاضرات، لا تروح لها تقولها بطلع مع ربعي، تسمع ولا لا؟ صدق صادق، خلنا نروح. يلا روح. اسمع، ترى مزاجها طيب، انعكرته انتهت العلاقه اللي بينه وبينك يا جزاء. يعني الحين اروح ولا اجي ولا شنو تبي انت؟ عطنا المفتاح. لا خلاص يلا جلطس يلا. شوف روح، بس تكلم كانك واحد عنده اسلوب. مثل منو يعني؟ مثل اي احد، بس مو انت. يا اللي قلتي هذا يمسني ولا لا ابد. روح طولين انتوا يلا. روح. انتم متفقين علي ولا؟ اعطينا شيبس شوي. ايش تبي؟ اعطيني جوعان. لا والله عينك فيه. اسمع، انا والله تلهثمت، اخذت المفتاح وطلعت بسرعه. انا يخبل انت مبين الحين حميدان. شنبك؟ ما عليه يا حميدان، ما عليه، تعلم الولد يكسر كلمتي. لا يا بنت الحلال، ترى جزع ما هو بجاهل الحين، خلاص كبر، لمتى نقفل عليه البيبان؟ والله يعني انت تعرف مصلحه ولادي اكثر مني يا طير. يا يمه خلاص، انا ماني طالع حتى الطلعة ما بيها. ها سويتش اعطيها خلاص، ما بيها خلاص. لا بالله اطلع، ما علي منك، انا ما عندي الا بناتي حاتيهم وافكر فيهم وافكر بنفسي، خلاص سوي اللي تسويه.
طيب وانا يبا اذا انا على المشكله هذه خلاص انا ما عاد اتلثم والمفتاح رجع مكانه ولكن شيء صار لقيت الحل يعني إيه هذا هو الحل والله نقطيع اكيد كيف بتشوفك غطي شنبك مخلي زلفك شلون يعني يا جماعه انا بروح واعترف واجيب شهود معي ان انا صاحب الجريمه هذه صدق صح يعني انت شوي تقول انا بنسجن وهي تقول شوي بتسجن تعقدونهم تنينوا المخفر فراج ايه ويطول الموضوع يزهقون من بعض ويتنازلون بالاخر صح ايه والله يا ريت الشيء بدريه ساكته عاد شي نسوي بجزع؟ هي عادي رد علي اسمعوا يقول كم تبين يا بنت خالي كل اللي عندي حلالك خمسة وليه خمسة؟ حبيبي دام طيح على وجهها زيد صح 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 كلام بدري يعني نطلب عشرين 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 طلبوا عشرين أنا أبي عشرين دينار هذه السعر بس عاد ان شاء الله يحول اي يحول يحول اي لا واثقين انت الحمد لله اعتقد ولا حد فينا ضميره مأنبه تبين تسجد العيل كان بس سبحان الله فجاه راح انا ضميري مو مأنبني نص بالمية تدرون لو احنا طالبين من جزاع يدفع العشاء كم ما دفع والله ما ادري انا استانس ولا ضايق ها عافيه ليش ما دقيت وقلتوا بتطلبون تعال صيدها نعزمك على حسابك هذا منك شو اللي صيد انا متى عزمتكم شو فيك شيء انت انت الحين مو واصل لك لينك ودفعته اكل البنت الله يفشلكم ما انتوا اي شيء ينطلب بالبيت تاكلونه ما تستحون اي وهذا البنت هذا البنت شنو هذا لغز ولا شنو ايش فيك حبيبي انت صيده اي احد يدز لك لينك تدفع اي بنيه تدز لها اي شيء ايش فيك انت لحظة قبل ما أذبح يعني شعرك قول لي الموضوع أنا بس بستوعب أنتوا الحين قاصين علي يعني مسوي فيني مغلب أنا إحنا لو طالبين منك تدفع العشاء عشان ما دفعته بس قلنا نختصر الموضوع نقول سارة أنتوا تعرفون أنا من ولا لا افهموا تعرفون يعني يسأل أنا منو جزاع تذكر حبيبي تذكر سويتها بحميدان الدنيا دوارة من سيربح المليون تاكلون الحين انتوا ها؟ اكل بعود خلاص حق اللعب. يلا زين خلينا نشوف انا شلون باكل انا والله لا صغر عدل واشوف شوف لا جزاء ولا كلمه ولا انت اكلي سلطه عشان تضعفين شوي عطنا انت حرام انت اكل ما تاكل روح يلا لا انا شبعت الحمد لله كثر الله خيرك عقب ما شبعنا الحمد لله سلمت على هذه الحمد لله